مع بداية أزمة كورونا، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتخفيض توقعات النمو من حوالي 3% إلى 1.5% للعام 2020. ومن أبرز المتضررين من الأزمة قطاع العقارات والمقاولات. ففي السعودية سجل السوق العقاري انخفاضا في النشاط التجاري بنسبة بلغت 77%، بينما أدت تداعيات تفشي وباء كورونا في الكويت إلى انخفاض القيمة الإيجارية للوحدات العقارية بنسبة 20%، في حين توقف 95% من إجمالي المشاريع العقارية في المغرب بفعل هذه الأزمة. أما في الأردن، فأعلنت جمعية مستثمري قطاع الإسكان تكبد القطاع خسائر بقيمة 200 مليون دينار. أما في لبنان، فتراجعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 6% خلال فترة الإقفال. وفي المقابل، ساهمت حزم الدعم الحكومية في الإمارات بدعم السوق، حيث ارتفعت معاملات دبي وأبوظبي بنسب تراوحت ما بين 10 و22% مقارنة بالعام الماضي.